الإشعاع موجود في الطبيعة بشكل عام على مستوى العالم، ولكن النسب الإشعاعية الموجودة في دولة الكويت بعد قياسها وأخذنا سوينا خريطة إشعاعية الحمد لله، وهذه كانت رسالة الدكتوراه لي. تمت رسم خريطة إشعاعية لدولة الكويت، وكانت كل النسب تحت النسب العالمية أو المتوسط العالمي حق الإشعاع. هي مدينة انضربت آلياتها بس ما انضربت باليورانيوم، واليورانيوم واخذنا منها عينات إدارة الوقاية من الإشعاع وتم دراستها، وكانت القراءات خلوها من الدبليتد يورانيوم، ولكن الإشعاع الطبيعي موجود في كل مكان. بعدها تمت عملية قياس الكويت كلها، وكانت مستويات الإشعاع هم بالمطلع موازية لما فيه الكويت كلها، والكويت كلها تحت الطبيعي. إدارة الوقاية من الإشعاع مع أحدث الأجهزة، ويستخدم أدق الأجهزة في تقييم الأسسمنت أو الخطر اللي موجود خوفا من هذه الصحة، نفس ما نقول خوفا على الصحة، صحة المجتمع. احنا قاعد نستخدم أحسن الأجهزة اللي نقدر عليها وأدق الأجهزة، وخوفا وقاعد ناخذ تحت الليمت، مو ما نحاول أن نوصل إلى الليمت العالمي الموصل به من وكالة الطاقة الذرية، بنحاول نكون تحته بعد. احنا على اتصال تقريبا شبه دائم مع وكالة الطاقة الذرية، ومع بحوثنا معهم ما يعني ما وقفت، وقاعد حتى عشان نعاير اجهزتنا ونتاكد من اجهزتنا، نتبادل معهم ما يسمى الانتر كومبارسن، نقيس عينه عشوائيه من عندهم دازينها لنا، ونقيم الاشعاع اللي فيها ونعطيهم النتائج، يعطونا كم النتائج الاصليه الموجوده في العينه وكم اللي احنا طلعناه، نطالع فيها ايش كثر بيننا وبينهم من نسبه الايرور اللي موجوده. وكان والحمد لله للحين مستمرين معاهم، ونسبه الايرور معانا بالسليم الحمد لله.